Nausadama Siveta, Pusina Pusiet, Minimum Yusuf, Pintama Yusuf, Long, Tatuan Yusuf, Wikilum, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kinahmuduhu, Astainuhu, Astaghfiruhu, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يثم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستجب عليه الصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فاذكر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تزوج فقد استكمل في نسب الدين فليتق الله في نسب الباقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظم النكاح بركة عيسى مولده وقال النبي صلى الله عليه وسلم عالم النكاح وجعلوه في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من تركتهم بشيء وكيلها مني من يوسف بنت محمد يوسف لهم تركوا عمر جبريل.
گواہی موجود ہے وہاں, باقی گواہی برٹش اور مہر وغیرہ کو لکھتا ہے. تو دسوانا یاسین منی و یوسف جناب نوشد احمد شیخ یہ صاحب دار بشیر احمد شیخ سن کاشی شوپیان سے روز منی ما یوسف منی ما جتوان تے نوشد سب نکاس ہوں دب اشہ دیس دب اشہ حض دیس چیشت نوشد یہ چھو محمد سب لون سب جروزن یاسین طرف مانگا ہے یہ مجرد کی منی ما گوان موجود جی مز کرن ایجاب ایجاب مانے گو اندیس پانے لڑکی تو نکاس مز یہ منی ما یوسف کتنا جب پانے نکاس میں قبول دب اشہ کر قبول الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى اهل طاعتك اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين یا اللہ سدا شان بول رہا ہوں علیم عظیم کریم رحیم رب ہم سنا بنے کے نس پاک ذات چکر تے ایمان اتا یا اللہ جس قدر کر توفیق ان کے شنو مسلمان ایمان اس قدر کر تے ان کا گاس اس قدر قدر جن اس قدر قدر پیت پی کل پھٹتا خدا قدر نہیں کر نصیب یا اللہ آفت بنیات نہیں تے نجا ان ناراضگی نش نجا کشیر چھ وجہ بیماری اوپر وجہ بندہ دے نش نجا آپریشن نش نجا ٹیومر کا نش نجا کینسر نش نجا ہارٹ پرابلم نش نجا خدا یا پروردگار تمام بہری زہری بیتنی اخلاقی بیماری نش نجا یا اللہ پروردگار رحمت نظر تراوش مغفرت نظر تراوش یا اللہ پروردگار بے جوڑ کر سایہ نے اتنی جوڑ تھا یا اللہ دید کر 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 تھا یا اللہ یہ بے اولاد چھتے من کر شاہ جا اولاد تھا یہ من اولاد چھتا تھا کہ یہ من کر روشت ہے فادر سون خود پڑھ کر قبول کرنے بار گاس من یہ تشوی خاندان کر آباد یہ من دنیا چھ کر آباد دین چھ کر آباد بے خصوص دن دن کس نگاہ پڑھنے ناشاد احمد مجیم پروردگار یہ من کر ہدایت عطا صحت و عافیت کر عطا خوشحال زندگی کر عطا یا اللہ پروردگار دین داری کر عطا جو دنیا چھ بنا بہتر دین چھ بنا بہتر پانی کر مائی محبت عطا مسلمان گھر میں جن بے جوڑ چھ اللہ رت گھر کر عطا یہ من نکاح میں رکاوٹ چھ کن کے اعتبار یا اللہ تم رکاوٹ کر دو یا اللہ کائنات کے مسلمان کا دستگی یا اللہ فلسطین اس پر رحم دیتے مانگا ہوں اکس مانگا دلوگی نکاح نرم شد جاری گرد نشو گاٹ پروردگار یہ گزرے تھے من کر وقت یہ تک من زند شو پروردگار وان کر رحمت نظر کر تمن معصوم من پٹھ کر رہا تمن مظلوم من پٹھ کر رہا تمن بے گناہ بے قصور من پٹھ کر رہا نہ بڑا بڑا بچ نہ بڑا مول نہ بڑا مول نہ بڑا پیتا نہ بڑا باب نہ بڑا ماتا ماتا نہ بڑا گھر پروردگار رحم کرے تم پر یا اللہ رحم کرے تم پر ایسو معلوم اچھو نہ سزا بنایا کسی دریائی بھوان واگی ہمور سوی دریائی بحران نہیں وشیر سزا نہیں جس نجا پروردگار پہلے پریشن نہیں نجا مصیب کو نہیں نجا نجا آفاد و بلیان تو نہیں نجا پروردگار دین اس کرے بات یا اللہ دین دارن کرے بات دینی کی دارن افراد کرے بات تو روچ یا تو کس موقع ادارت کرے بات تو یا اللہ تمام ضروریات کا پور رب کیوں خزانوں اس کرے تھا ایسن دو کمان شک موقع آج سانے اروحان وقفر درجات کرو تھیت بھلا طریق رحمت کرو خبر کرو پردو اشائن کے مقبول تھا ان ساری دعا کر قبول بباسی و بسارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم